هذا المقطع هو آخر مقطع في سنة 2023 وهو أطول مقطع اشتغلت عليه من تاريخ القناة. طيب خلونا نسوي لكم ملخص نسترجع فيه كل شيء صار في الأشهر الماضية وإيش هذا المقطع راح يكون. حطينا هدفنا في السنة هذه نوصل إلى 10 مليون، وبفضل رب العباد وصلناها في مدة خرافية وفي وقت قصير، واحتفلنا مع بعض وكان احتفال تاريخي ما ينسى أبدا معاكم أنتم. وكنا حاطين إذا وصلنا لهدفنا 10 مليون راح نبني فرحة لذلك مسجد وجامع بنيتي أنا والمتابعين. وكانت الصدمة إحنا وصلناها في مدة جدا قصيرة. قبل 6 شهور نزلنا مقطع شرحنا فيه كيف الطريقة إحنا نبني المسجد من الصفر إلى النهاية، وتقدرون ترجعوا له وبحط لكم رابطه بالوصف وتشوفون إيش سوينا للناس اللي تبغى تسوي زينا. اجتمعنا مع ناس ومسؤولة وسبق منها بنت مساجد واتفقنا معاهم وحطينا سعر وقلنا يا أخواننا بالفترة هذه من تاريخ الإعلان بمقطع 7 مليون إلى يومكم هذا كان الدخل اللي يجي من اليوتيوب يؤخذ ويوضع في المسجد لبنائه وإكماله. والحمد لله بفضل رب العباد قدرنا احنا نكمل المبلغ كامل، ولازم تعرفون ان هذا باذن الله بنيتي ونيتكم ونسال الله انه يتقبل. لكل شخص مشترك بالقناه، لكل شخص نشر، لكل شخص ساعد وساهم، اعرف ان بفضل رب العباد الان تقدر تمشي وتقول انا بنيت مسجد. نعم انت بنيت مسجد. اخواني الكرام احبتي، والله ان الحماس مليون. رحلتي الان تاريخ اليوم 12 ديسمبر، احنا في ديسمبر يا عيال، شهر 12 ايش؟ احنا في شهر 12 ديسمبر 2002، احنا ب 2000 ابراهيم احنا سنة كم؟ اسكت خلاص اسكت. رامي لا تحط طاي ويلك. احنا الان في تاريخ 22/12/2023، رحلتنا الى المطار انا والاستاذ ابراهيم. ارسل لي ابو زياد وكلكم تعرفون ابو زياد ان المسجد جهز وسووا لنا مفاجآت الان وراها احرقها كلها عليكم. لكن اللي حاب اقول لكم اياه قسما بالله، وقف مصور وين تبي تروح؟ تعال قرب مني، والله وتالله اني متحمس وفرحان والمشاعر داخلي متلخبطه. واستاذ ابراهيم شوفوه عند الباب مجهز الان ومعاه الشنطه. نقول لكم بسم الله، يلا يلا بسم الله، ما في احد غيرنا، احنا بس الاثنين وشوفكم في المطار وتجهزوا وترقبوا باذن الله شيء جبار. لحظه تعالوا، ما قلت لهم والله نسيت ابراهيم تعال. طيب يا جماعة أنا لازم أصارحكم في الموضوع هذا، لازم تعرفون يا أخوان أنه من بداية سنة 2023 والله ما خذيت إجازة وكانت سنة مستمرة. فأنت في بعضكم فهم أنا وش أبغى أقول، بس مو مشكلة لازم تسمعوني شوي الآن. أنت فهمت؟ إيه لازم تفهمون، اسمعوا. إيه نعم أنا أبغى إجازة بس أبغى أشرح لكم ليش. يا أخوان خلصنا موسم اسمه G8 كان عبارة عن شهرين نقابل ناس، أنا الوحيد ما طلعت إجازة، كنت مستمر في البثوث وقاعد أحرق بشكل مستمر، ومتابعين اللي يعرفون يدرون بهذا الشيء. ما قطعت عن القناة لكن قللت المقاطع لأني ماني قادر أمسك نفسي وأوزن بين حياتي والشغل والأشياء، فتعبت مرة. اللي بيوصل لكم أنه هذا المقطع أستاذ إبراهيم راح يكون اخر مقطع في السنه هذه، وغالبا انه بيكون اخر مقطع حتى بالتاريخ وبالوقت، لانه في الوقت بدل الضايع قاعدين نلعب. ولكن انا باخذ اجازه طويله شوي لمده نقدر نقول ممكن يا جماعه توصل الى شهر ونص شهر. طيب. انا ادري انها كثيره. انا باصدمك بشيء. ايش؟ انا خلال السنه اخذت 5 اجازات. طيب ولا اجازه كيف؟ عشان كذا انا قاعد الحين استاذن منهم. فانا والله يا ابوي لا تستاذن، لا 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 والله انهم معذرين، انتم معذرين. لا لا لازم استاذن، والله انهم معذرين. والله يا اخوان اني ابغى الاجازه هذه بشكل لا يوصف، لاني لازم ارتاح عشان ارجع بطاقه جديده. السنه الجايه الهدف 20 مليون، ابى ازيد اكثر من مسيرتي كامله في من اول، فلازم طاقه. ولازم تعرفون اني ستريمر وابث، فلكم مني حاجه واحده بالمقابل عشان الناس اللي بتشتاق، انا بقطع يوتيوب ولكن البثوث بكون متواجد معاكم وقناتي تحت بكيك. اذا اشتقت لشنق تذكرناه موجود وقاعد يبث في كيك. ممتازين كذا. طيب الحين خلصنا موضوع الاجازه وان شاء الله انكم قبلتوا وعذرتوا وعنيوا وتفهمتوا وضعي. الموضوع الثاني، اتركوا اللايك والاشتراك والله خيركم سابق، وانا ادري انكم مسوين كلكم الان، ما راح اقول لكم اللايك والاشتراك. في حاجه ثانيه يا استاذ ابراهيم. لا اي والله بطلبهم ان شاء الله ما يقصرون. لا لا ما بيقصرون، بس شوفوا يا اخوان انا توترت. انت تعرفها؟ ايوه. اي لازم اقول لهم، لازم اقول لهم. والله هذه اصولها، هذه يلعبون فيها على الاصول. يا اخوان اللي متابعني ويعرفني من زمان، انا حاليا حاصل على 3 جوائز. الجوائز هذه على مستوى المملكه العربيه السعوديه اللي هي افضل ستريمر وصانع محتوى افضل ستريمر على سنتين ورا بعض. السنه هذه انا مؤهل ل3 جوائز اخرى اللي هي افضل ستريمر وافضل صانع محتوى وجائزه ثالثه اللي اسمها جوي اوورد. والجوي اوورد ابراهيم العمري هذه نفس البلندور للحقين الكوره، هذه نفس الاوسكار للمسلسلات والافلام. ايوه هذه على مستوى الوطن العربي كامل. ايش ابغى منكم يا جماعه؟ اذا في يوم من الايام ضحكتك
بس تغير جوك، اعرف ان الان تفرق معاي كثير. في رابط تحت اذا تبي تصوت لي اني انا اكون فائز بالجائزه، 20% راح يكون على نسبه التصويت والباقي على الحكام، ولكن صوتكم يهم. ابى احط لكم رابط جوي اوورد. جوي اوورد هذه هي الجائزه اللي تظهر لكم بعض الصور للاعبين العالم وابطال العالم يكونوا مشاركين فيها، ممثلين ومطربين وناس من اكبر الشخصيات في مستوى الوطن العربي راح يكونون هناك موجودين، وفي بعضهم منافسين لي. اقسم بالله يا احمد انها القطعه الناقصه في الدولاب حقك. شفت إيه الدولاب؟ والله إيه والله العظيم انه في اشياء جميله. القطعه الناقصه هذه بس تجي هنا. انا وصلت الان للمرحله النهائيه يا جماعه الخير، اللي هي خلاص الان النهايه، فاحتاج اصواتكم فيها. فبيكون في رابطين بالوصف. الرابط الاول اللي هو الجوي اوورد، اللي بكل بساطه طريقه التصويت تحمل تطبيق جوي اوورد، تدخل وتضغط على اسمي في قائمه المؤثرين وظهر لكم المقطع قدامكم. هذه الطريقه المؤثرين الذكور، ثم تنزل تحت تلقى شونج اكس بونج احمد القحطاني، ما عليكم الصوره هذه قديمه، بعدين تضغط على تصويت وكذا انت صوت لي. طبعا هذه يا جماعه الخير تقدر تسويها لو ب 50 حساب ب 100 حساب ما في مشكله، وان شاء الله انكم ما تقصرون، والله يفرق معي مره يا جماعه. بعد بقي وقت هم بيصوتون ان شاء الله. إيه؟ خلينا نلحق المطار دي. انا بروح المطار بس لا تنسوني. لا والله انه ما بيقصر. فالان اذا ممكن وقتك يسمح انزل تحت الوصف، انا ما بتحرك لين ما ينزل. لو تروح الرحله نعم تنزل الوصف يا ابن حلال. والله نزل، انا متاكد انهم نزلوا. امشي يلا يلا. أحمد 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 شوف وجهي. يلا والله أنا مسجد يا أحمد. يلا 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 حاليا اليوم الثاني وصلنا المدينة، تونا نصحصح، تونا نروق، لسه رايد مشوار الشمري جاهز. انا جاهز متحمس والله العظيم. طيب اقسم بالله انه مو زي حماسي، ولكن في هدايا على الطريق بتجينا وبتفاجئنا. لا تكذب علي. باللعب المشاهد لعبة. لا لا انت تعرفها. باللعب المشاهد لعبة. توقع من القادم، بسم الله. يلا. احنا الان يا جماعه الخير في المحلات الشعبيه عندهم، نبي ناخذ بعض الهدايا للناس اللي موجودين هناك. ترى على فكره بالاوقات هذه بيكون نازل لكم البلوفر بكميه محدوده في المتجر. عموما نبي نفاجئهم باشياء وهدايا غير اللي موجوده عندهم في المحلات. زي ايش؟ مثلا مصاحف، ملابس، العاب الاطفال. ودنا نفرحهم الصراحه، وبتشوفون كل شيء مع المقطع، وبتشوفون كل شيء ان شاء الله. ما يدي يا جماعة الخير، أنا غلطت غلطة ولبست بلوفر بندنوسي، ايش معناته؟ يعني حر لأعلى درجة. الإنسان الطبيعي الآن في المدينة هذه مو بشتاء، احنا في صيف، في عز الصيف، ولكن ما يضر احنا ناخذ تصبيرة. احنا الآن في الشوارع بناخذ أكل من أكل الشوارع اللي عندهم، وشوف شو يمكن نتشمم، ما ندري. خذينا موية يا جماعة الخير الآن عشان نروح للعيال الباقيين. الساعة 12:30، بعد ساعة موعدنا، فلازم نستعجل. وإذا نستعجل يا حبيبي خلاص خلاص طولت، امشي خلاص خلاص شافوك، امشي امشي ابن الهلال. ما في وقت والله، متأخرين انت وطقم امك ذا. تعال امشي تعال امشي امشي، روح اكمل باقي العيال. يلا ابو سعد، يلا يا ابو سعد، يلا نبغى قرمطه، نبغى حماس. انت نجم، انت نجم اليوم في المسجد، انت بتكون واحد من الناس المهمه اليوم. ما توقعت تعرفني يا احمد. لا بالله. طيب بسم الله، متجهين الان الى الموقع ان شاء الله. شغل 6 أشهر متواصلة. اعرفوا يا جماعة الخير ان شركة ارتواء هي اللي مسكت الموضوع كامل، والله ما قصرت. ابى احط عنوانهم تحت لاي شخص يبغى يسوي مستقبلا عمل خيري، بناء بيور اسمها ابار، بناء ابار زي استاذ ابراهيم. اللي ما يدري عاد اقول لهم كله، اللي ما يدري عيال ابراهيم جالس يبني الان بيرو، بيخلص خلال يومين 3 أيام، بتشوفونها في قناته الله يجزاه خير. واحنا خلصنا المسجد اللي اشتغلنا عليه 6 شهور،
أنا تعرفون هذا أطول مقطع منذ تأسيس القناة كمدة، شغله كامل 6 أشهر جلس. فهذا الشيء ليه يا جماعة صار؟ صار لأنه ودنا نسوي عمل بيني أنا والمتابعين. اعرفوا يا جماعة الخير ويشهد رب العباد إن النية لوجه الله تعالى أني أشارككم فيها الأجر والدخل اللي بنيناه للمسجد، بنيناه من اليوتيوب. اليوتيوب ايش سوينا للناس اللي ما تدري او شافت المقطع هذا ما ادري عن المقاطع اللي قبل؟ الدخل اللي كان يجي من اليوتيوب اللي بفضل ربي ثم فضلكم، خذنا منه جزء وخصصناه لاكمال مبلغ المسجد كامل. ومبلغ المسجد تكلفنا زي ما تعرفون بالسلسله 300,000 كتوتل. المسجد الحاله من 250 الى 300 مع الاغراض والسجاد والامور هذه تعدت 300 يشهد الله، لكن كلها لوجه الله وخير، ما جمعنا تبرعات من احد، خصصناها من الدخل يجي لليوتيوب لبناء المسجد هذا. فهذا باذن الله لكم ولنا يشفعنا يوم القيامه. هذا واحد. اثنين، اي شخص مستقبلا يبغى يزور المسجد راح يكون في الوصف الموقع حقه في جوجل ماب للناس اللي ودها تجي سواء اندونيسيا او غيره. هذا اثنين. ثلاثه، باذن المولى عز جلاله هذا المسجد بدايه راح يكون في شيء اكبر. ابو زياد توه جاي، يلا ابو زياد، يلا ابو زياد، يلا ابو زياد، الحماس الحماس، يلا يلا يلا، اركب 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 اركب. راح يكون في شيء ان شاء الله بيكون جوا المملكة العربية السعودية، ولكن مع الوقت مو بالآن. لو يذكرون في المقطع وبيطلع لكم الآن مقطع سألنا فيه وين أفضل أماكن نبني فيها المسجد، وبيظهر لكم رامي طلع لهم المقطع. لابد من بناء المساجد بالأصل، بناء المساجد لكي يصلي الناس فيها ويذكر الله فيها سبحانه حتى وتعالى. حتى لو كثرت، حتى لو كثرت طيبة. طبعا بنى الله مسجدا، بنى الله له فيه بيتا في الجنة ما شاء الله. زين، منو أحوج الحين برأيك أحوج الناس إلى لو واحد بيبني مسجد في دولة الكويت الحبيبة ولا بالخارج؟ لا في الخارج، الكويت الناس صفى دور على المساجد الحمد لله. فالحمد لله عندنا بالذات في الوطن العربي المساجد مليانة في أماكن كثيرة، فما كنا نحتاج إحنا نبني وين؟ عندنا. عموما بنوزع المهام حاليا. آسف، لا لا مو مشكلة. هذه هذه أنا كنت أبيع قبل شوي فجأة. طيب انا ما عندي طاقيه، هذه مشكله كبيره. ما يخالف امام احمد، ما يخالف، ما انا بعد شيء بلبس بلبس بشت وبلبس طاقيه بدون. طيب ودي اقول كلمه احمد. يلا قول. اول شيء شكرا احمد. لا لا شكرا لهم، شكرا لكم، شكرا لاحمد. اول شيء يا هنيكم بلجر، يا هنيك يا احمد بلجر لنا بعد ولكم، فالله يجزاكم خير، لان المسجد هذا ما صار الا من بعد الله ثم انتم. واحمد برضو قسم بالله الله يرزقكم سعادتي، والله العظيم انه افتتاح مسجد انا بكون الامام، والله العظيم سعاده هذه. انا ودي اقول شيء عزيز المشاهد، هذا تستوعب انت بنيت مسجد، لا لازم تعرف انت ساهمت في هذا الموضوع معنا. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الحمد لله، فالله يقبل منا ومنكم ان شاء الله صالحا. والله العظيم يا جماعه ان داخلنا سعاده جميعا بدون استثناء، لان الموضوع هذا ترى مو بسيط. احنا الان سوينا حاجه كنا نحلم فيها من قبل، وباذن الله تعالى انها ما تكون اخر مره. هذه سلسله حتى الناس مستقبلا، حتى لو كنت صانع محتوى او انسان ربي رازقك تعرف الطريقه كيف، بسيطه مره. والله لا اخذت مني وقت ولا اخذت مني مجهود، كل اللي كان عندي الحمد لله ميزانيه، والميزانيه هذه بفضل رب العباد قدرنا نوجهها للطريق الصحيح ونبني فيها المسجد هذا. ارتواء معروفه بالمساجد والابار صح؟ صحيح. لو جاك شخص مثلا من عامه الناس تواصل معك، هل بيقدرون يسوون نفس اللي قاعدين يشوفونه الان؟ اكيد. الموضوع بيكون يعني ان شاء الله بسيط لهم. الموضوع سهل باذن الله، ننجز قياسية بإذن الله. فجايكم تحت الرابط يا أخوان، هذا والله مش أنا، هذا موضوع الواحد يبغى من وراه الأجر بس. اللي يبغى يستفيد أو يعرف واحد يدور خير من أهله من أقاربه من أصدقائه زملائه بالعمل، اعرف أن هذا شيء مجرب ومظاهر قدامكم. رامي طلع لهم صور المقاطع اللي صورناها قبل للطريقة اللي بدينا فيها، طلعنا صورة الحوالات، طلعنا كل شيء، وثقنا كل شيء. في بعض الأشياء تفصيلية صراحة ما تحضرني الآن، زي مثلا المبالغ اللي دفعناها حقت السجاد، حقت الأثاث، حقت الإنارة، حقت تبديل اللون والرخام، غيرنا أشياء كثيرة. ترى المسجد يعرفون تغير يا جماعة عن أول، ممكن بعضكم شاف لقطات بالتيك توك حرقت عليه. أنا آسف إني أتكلم بسرعة لأني متحمس، والله تراني متحمس مرة، فمعليش سامحوني. المهم بقلب المقطع كذا سوالف، بقلب لا لا عادي، هذا مقطع، هذا مقطع شوف. إي والله إنه مقطع عمر، اسمع يا جماعة، وفي حاجة ثانية بقول لكم، تدرون إني أنا باخذ إجازة صح؟ فتعرفون هذا المقطع بيكون مقطع أخير، فلازم أسولف معكم فيه. ايش بعد؟ علموني، ذكروني، قولوا لي، قولوا لي. أضمحضك بالسبحة وربك. أنا بقول شيء يا أحمد. يلا قول يا والله. أول شيء الله يكتب أجرك وأجر كل من ساهم. الحمد لله. هذا الشيء الأول. إيه. ثاني شيء أنا في قمة سعادتي والله، وفرحان مرة إني قدرت أجي الحمد لله، تيسر الموضوع وعقبال عندنا جميعا بإذن الله. إن شاء الله. ترى بعض العيال كان ودهم يجون يا جماعة، بس لأن الوقت كان صعب. تعرفون الفترة هذه نهاية سنة الواحد يحاول يخلص اشغاله، فمو الكل كان قادر انه يجي، ولكن العيال فيهم الخير والبركة ما قصروا وجو. بما انه ما بقى لنا 45 تقريبا دقيقة الى نص ساعة، نبغى نوزع المهام. احنا راح نصلي مغرب وعصر، تمام؟ انا المغرب. انا العصر صلاة. انا الاذان العصر. اذان. طيب المصاحف والامور حقت هذه وال انا وزع بعد، انا ما اعرف. نشارك فيها. نشارك كلنا؟ خلاص طيب. لو بتسوون العشاء بنصلي بكل شيء. تمام، ما في مشكلة. ختاما قبل لا نروح الان ونشوف. شوفوا هناك. ايه ترى في تجهيز كامل.
القرية كاملة بتكون موجودة معنا هناك للافتتاح. أحسن المرة الأولى. السنة الماضية. انتبهوا من الصغار من الحين يقول لكم. يجيك صغير يسحب بشتك ولا يطقطقون هم مزوحين يلعبون. وأنا أمزح كف. بنروح على طول أول ما ننزل لحد يضيع عن الثاني. لا لا الوقت. وايد. بعد راح أوصل. احسب الأجر. احسب الأجر. احسب الأجر. لا احسب الأجر والله احسب الأجر. أشوفكم هناك يا جماعة بسم الله. انت في موقف انت في حفل افتتاح لا عليه ما عليه يلا 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 قرنت قرنت ما بقى شي 5 دقائق ونوصل يا جماعه 5 دقائق ونوصل بسم الله انا وصلنا يا عيال وصلنا ما شاء الله ما شاء الله الله بسم الله السلام عليكم بسم الله ما شاء الله ولا مو هنا عدنا والعود احمد يلا يا عيال كلكم معي ها بسم الله بسم الله الان بتكون رده فعلنا يا جماعه المسجد لاول مره شفناه بس بالصور بس بالصور السلام عليكم ما شاء الله الله هاي يلا راي وين راي رايد 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 لا لا مو الان مو الان تعال شرف تبارك الله خلوكم قريب مني على ابو سعد قدم قدم السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الآن يا جماعة الخير وصلنا القرية في أول مرة بنشوفها مع بعض والله أني متحمس أني متبت الأسفل قاعد أدور المنارة وين بدت 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 طلع من هنا طلع من هنا ما شاء الله أحمد كبير شوف من هنا يلا بسم الله بسم الله بسم الله بدت المعالم ها السلام عليكم ما شاء الله الله ما شاء الله مامو الكثير من مامو ايه مامو كثير السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم الله يكتب الاجر يا رب ما شاء الله يا احمد لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الحمد لله اللهم لك الحمد ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم بيتر ما سيقات بدا سلور المشاركات والله الشعور عظيم الله يكتب الأجر للجميع إن شاء الله طبعا يا جماعة الخير الآن بنقص الشريط مع بعض بنصلي أول صلاة إن شاء الله مع بعض السلام عليكم kepada tim yang membangunkan masjid Saunak ini dan kami tidak bisa membalas apa-apa Maaf. Kami sangat bahagia dan kami sangat senang sekali di sini dibangunkan masjid yang kami dambakan, yang kami inginkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك هذا العمل بفضل رب العباد عمل مشترك بيني
وبين المتابعين والمشتركين في القناة. هم من يتوجه إليهم الشكر، هم من هم سبب الرئيسي بعد الله أكيد في هذا المسجد. الحمد لله رب العباد، هذا عمل نفتخر فيه جميعا. أشكر الشباب أيضا على مجهودهم وتعبهم للوصول معنا إلى إندونيسيا، شكرا لهم من أعماق القلب. وشكر خاص أيضا لارتواء التنمية على تغطيتها المشروع بالكامل، الله يعطيهم العافية. وشكرا لكم جميعا، وشكرا للتنظيم وللقرية الجميلة هذه على الاستقبال وعلى الكلام الطيب والضحكة اللي ما تفارق وجيههم. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا الربع، يلا بسم الله. أبو خالد والله أنه وقتها الآن ما عاد فيها، أرحب يا أمريكا، وقت قص الشريط ما عاد فيها. أبو خالد المجهول حقنا راعي الأفلام، أعطانا أدوار كوميدية، أدوار تمثيلية أكشن. أنا سويت زي كده علشان أشوف شعورهم والأشياء، ما في شعور، دخل معهم غاص فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أسأل الله عز جلاله أنه يكتب الأجر يا جماعة لكل شخص يطالعني، لكل شخص جلس معانا، لكل شخص دعم، شكرا لكم. وبإذن الله مستمرين، وإن شاء الله يكون المقطع هذا فائدة للجميع والناس اللي ودها تسوي مستقبلا. ما راح نطيل على الجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله يا عيال، اللهم لك الحمد. شعور لا يوصف، بارك الله، الله يبارك فيك. والله ما قصرت يا ابراهيم، ابراهيم ما قصر من البدايه معنا. الله لي الله لي يهينك، الله يبارك فيك، وان شاء الله عقبال نشوف مسجد مسجد مسجد. الله اكبر، الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. وزعوا، تعالوا كلكم خذوا وزعوا. الأطفال، الأطفال، ها ها، عطيتهم. في حاليا معنا كمية مصاحف، لكن بدل ما نوزعها على الناس بنخليها للمسجد. وفي دورات مياه، وفي بير يا جماعة الخير بوريكم اياه بعد شوي. هذا البير ابراهيم اللي جالس يبني، نروح نشوفه بعد شوي ان شاء الله ونوريكم. الله يكتب الاجر يا اخوان، الله يكتب الاجر. الله يجزاكم خير يا رب، والله ما قصرت. بسم الله، شكرا جزيلا، شكرا شكرا شكرا، الله يعطيهم العافية. اعطوني يا جماعة شكر من القرية نفسهم، شنقوا متابعينا، الله يعطيكم العافية. برضو عندنا واحد لابو يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا شوف هذه القرية الصغيرة اللي مستفيدين من البير اللي انتم بنيتوه. بعد الله سبحانه وتعالى افتتح البير انت وابو ما شاء الله. يلا ابو خالد خلك يا خالد، شكلها بيصلي. اللهم لك الحمد، هذا ينشر اكتمل المشروع وافتتحناه الان، الله يكتب لنا ولكم الاجر جميعا ان شاء الله. البير يبعد عن تقريبا مسجد شم 300 متر، انا حبيت اني اكون جار. حياك الله، باذن الله نحن نتجاور في الجنه يا رب العالمين، احنا والمتابعين وجميع السامعين يا رب العالمين. احنا الان يا جماعه الخير في موقع ما تكلمت عنه في المقطع اللي فات، وشو هذا يا احمد؟ هذا اللي ظاهر امامكم هو بير ابراهيم. ابراهيم قرر انه يسوي بير بدون ما ادري والله العظيم، وخلاه جاري وجنب المسجد. البير هذا بيكون بمناسبه 3 مليون، خلص 90%، باقي له 10% ان شاء الله ويفتتحه. اللي ما اشترك القناه يشترك، رابطه تحت، وروحوا والله يكتب اجر ان شاء الله. واشكر انه كان جار، ما كان تقدر الان شو تسوي؟ عرض جميل، تفضي تروح تصلي عندي. الله يحييك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.